جدد منتسبو مديرية أمن الجبل الأخضر دعمهم الكامل للقيادات العامة للقوات المسلحة والسلطة التشريعية والتنفيذية والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة. وأكد منتسبو مديرية الجبل الأخضر في بيان لهم أنهم يعملون تحت سلطة القانون، معتبرين أي خروج أو تجمع خارق للقوانين المعمول بها في هيئة الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن منتسبي مديرية أمن الجبل الأخضر نؤكد على أننا مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب ومع الحكومة المؤقتة، ونعمل تحت سلطة القانون، وإن أي خروج في شكل تظاهري أو تجمع لا يمثل الشرطة ويعتبر خرقا للقوانين المعمول بها في هيئة الشرطة. ونؤكد على نداء النقابة العامة للشرطة منتسبو مديرية أمن الجبل الأخضر.